يعني صراحة أنا كنت أتحاشى جدا الرد على هذول النوعيات اللي يجون. ترى ممكن الناس ما تدري، لكن أنا كلمة مشاهير ما أحبها، لكن حنا يا المشاهير أقسم بالله ممكن في اليوم إذا مو 1000 شخص نفس الرد اللي قبل شوي، أهل غزة كذا وأنت جالس تصور مبسوط في حياتك، أنت جالس تاكل، أنت تروح مطعم وأهل غزة، والله أني أتحاشى. وأنا دائما ما أرد على هذه الأمور ولا أدخل في أمور سياسية ولا أدخل في صراعات بين أي أحد نهائيا، أتحاشى هذا الشيء، لكن أبرد بالعقل والمنطق. العقل والمنطق يقول جهاد، ما أنتم حصلين منا جهاد نهائيا، حنا تحت ظل الدولة، دول غيرنا هم يلعبون، ما عندهم نظام، ما عندهم احترام لقادتهم، هذا شيء كيفهم، حنا تحت ظل دولتنا، هذا رقم واحد. رقم اثنين، اللي في يدنا الدعاء. هل شققت عن قلبي؟ يوميا ندعي، والله انه شيء يد ما له القلب، المشاهد واللي نشوفها مع عايشين حنا ندعي، هذا اللي في يدنا ندعي. تبيني أموت مثلا؟ ما أكل، لا ما نطبخ، لا ما نروح مطعم، لا ما نصور حياتنا. العقل والمنطق يقول دولتي أولى من أي دولة في العالم. دولتي أنا يا السعودية، في قبل كم سنة كنا داخلين في حرب مع الحوثي، وحنا أساسا ما نبي أحد يوقف معنا، ولكن ما حد وقف معنا، حتى في الدعاء حتى في الصور كل الدول اللي وأهلها اللي يجون يتكلمون ويقولون أنتم ما سويتوا ما فعلتوا، هم نفسهم ما جاءوا دعوا لنا، ما جاءوا سووا شيء، بل أنهم كانوا يتشفون بهذا الشيء. فوق هذا كله أنا دولتي كانت خوض حرب، وكنا نطلع ونصور ونطبخ ونروح مطعم ونروح كل شيء، ما جيت أنا قعدت أسوي. ندعي علينا بالدعاء، في جيش، في عسكر، في جنود، هم هذا دورهم. إذا الدولة قالت يلا سووا افعلوا كذا، حنا قابلنا لها. بس أنك تجي دولتك تخوض حرب أو تخوض شيء، تبي كل الدول ينقطعون عن الحياة، لا هذا غلط. طبعا أنا طلعت رد بسيط، هذا اللي جت قالت أنتم تطبخون، بس في ردود، الله، يعني حتى لو فيه ردود قذرة، يعني حتى لو أنت تبي تتعاطف تنقهر، ما تقول ما يستاهل، ولكن عندنا عقل كبار نفهم، ما أهتم لهم. إحنا علينا بالدعاء، أمس قبله حطيت دعاء، هذا اللي علي أني أسويه، أدعي وحط دعاء عشان الناس تدعي. وش تبيني أسوي بالضبط؟ إيش؟ يلا عطي ما أدري صراحة، لكن بنعيش حياتنا، بننبسط، اللي علينا انه حنا ندعي فقط، انتهى الموضوع. المثالية الزايدة هذه ما تمشي علينا، وارجع واقول دولتي كانت تخوض حرب إعلامية، حرب من جميع الجهات، ما حد وقف ما ترى، ولا نبي